زي ما انتم شايفين دلوقتي كل اخواتنا وكل حبايبنا في انحاء العالم. الاستاذ محمد سعد الشافعي ربنا يعينه ويقويه رب، صنايعي سلالم، تركيب سلالم حجريه وسلالم مزايكو. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيكسر الدرجه نصين بحيث يقدر يوفر للمتبرعين بالدرج ده، علشان زي ما انتم شايفين كده هو بدأ في القلبة الأولى هوت والسلم طالع فوق، المفروض هو طالع على طريق شبرا بنها الحر، تمام؟ فكل قرية وكل عزبة وكل بلد بيعملوا طلعة ونزلة ليهم علشان يبقى بيسهلوا للمسافرين اللي هم الموظفين والناس اللي بتروح شغلها بدري، تمام؟ بيسهلوا لهم العملية شوية، يبقوا طالعين سهل ونازلين. وربنا يا رب يوفق الجميع ويعين كل ايد عاملة في جمهورية مصر العربية، والايد اللي شغالة طبعا تنباس، والايد البطالة اكيد ما بتبقاش حلوة ولا طيبة. وربنا يرزق كل من اجتهد في الرزق الحلال يا رب. وزي ما انتم شايفين الأستاذ محمد بيشاور للجميع، هو طالع على القلبة الاولى اللي هو عملها، وكده فاضل القلبة التانية. ويا رب ندعي لكل من تبرع في حصوة من الرمل أو حباية من الرمل في هذا السلم، ربنا يا رب يجعله دايما في ميزان حسناته. وكل الناس بتدعي لكل من ساهم في طريق الخير. ويا حاج محمد تحب تقول ايه للناس اللي هم بيساعدوا في طريق الخير؟ قول تاني كده عشان الناس تسمعك. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، وربنا يديهم الصحة ويخلف عليهم بالحلال. طبعا الخير طبعا زي ما انتم شايفين احنا في عز الحرور وفي منطقة شمسية جدا جدا زي ما انتم شايفين، وهو حر ومحدش يطيق يقف في هذا المكان غير الراجل اللي بيعمل او الايد اللي شغالة. وربنا يا رب يوفقنا جميعا ويوفق كل مجتهد ولكل مجتهد النصيب، ويا رب يجعل في ميزان حسنات كل من شارك في هذا العمل الخير. وتحياتي لكم جميعا، كل إخواتي وأحبابي في كل بلد وفي كل مكان، شكرا لكم جزيلا.